قالت الخارجية الأمريكية إن واشنطن تسعى بشكل عاجل للحصول على معلومات بشأن سقوط مدنيين أثناء تلقي المساعدات شمالي غزة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة تدرك أن إسرائيل تجري تحقيقا في الحادث، مضيفا أن واشنطن ستضغط من أجل الحصول على إجابات وتواصل التوضيح لإسرائيل أنه يجب اتخاذ جميع التدابير الممكنة للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة.